السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية الإمام الكاظم فرع النجف الأشرف. تحية طيبة، معكم المدرس المساعد زينب مصطفى لمادة النظم الرقمية. مقدمة عنا أو مراجعة عن ما أخذناه بالمحاضرات السابقة. أخذنا بالبداية أول موضوع لمادة النظم الرقمية الـ minimization بطريقة المكلوفسكي كوين، وكملناها إن شاء الله وتكون واضحة لحضراتكم. الموضوع الثاني اللي بدينا به لمدة محاضرة واحدة اللي هو الـ MSI Function Circuits، اتطرقنا له، قلنا هي مجموعة من الدوائر التي تؤدي لوظيفة معينة باستخدام اللوجيك جيتس. قسمناها إلى أقسام تبعا إلى عدد البوابات المستخدمة وتبعا إلى type of function performed على نوع الفانكشن أو الوظيفة اللي أني أريدها محتاجتها. فتقسمت إلى small scaled integrated circuit وال medium scaled integrated circuit وال large scaled integrated circuit وأخيرا very large scaled integrated circuit. في المرحلة الأولى، المرحلة السابقة، درست الـ Small Scale Integrated Circuit اللي هي تعتمد على البوابات الأساسية اللي هي NAND, NOR, AND, OR, Inverters and Flip Flops اللي راح بالمحاضرات الجاية نتطرق لها. إحنا وصلنا حاليا إلى الـ Small Scale Integrated Circuit اللي هي Medium Scale Integrated Circuit اللي هي من أمثالها الأدرز، مولتيبلكسرز، ديكودرز، ريجسترز أند كاونترز اللي راح تؤدي لوظيفة أو وظائف أعقد شوية من السمول سكيل انتجريتد سيركت. هذه الانتجريتد سيركت أو الاي سيز الباكيج الوحدة إلها راح تتحمل من 12 إلى 100 بوابة. إذن راح نبدي هسه، اول ما راح نبدي نشتغل بالمالتيبلكسر.